وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة باستخدام لغة بايثون. في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جدا من أمتع وأهم المواضيع بكل لغات البرمجة بشكل عام وبلغة بايثون بشكل خاص، اللي هو الـ if else أو الـ if condition. الـ if condition هو الـ if الشرطية، أو هي عبارة عن شرط، هذا الشرط راح أتحقق من عنده، إذا حدث راح تعطيني نتيجة معينة، وإذا ما حدث راح تعطيني نتيجة أخرى، وطبعا على أساس هالنتائج ممكن نعمل أمور عظيمة جدا. نأخذ مثال، مثلا عندي متغير، هذا المتغير اسمه x يساوي 2، مثلا متغير اسمه x يساوي 2، راح أبحث على هذا المتغير، إذا كان هذا المتغير فعلا يساوي 2 فراح تعطيني نتيجة أو رسالة good أو okay، وإذا كان هذا المتغير لا يساوي 2 راح تعطيني نتيجة أو رسالة no أو no good. طيب حتى أشيك راح أستخدم الدالة if، أستخدم الدالة if من خلال أنه أكتب if هذه الطريقة، ومن ثم مساحة أو مسافة، وأكتب الشرط أو اسم المتغير اللي هو راح يكون المتغير x يساوي يساوي. هنا أنا عندما أريد أشيك، عندما أريد أستخدم الدالة F لابد أن أكتب دبل يساوي. طيب ليش دبل يساوي مو يساوي وحدة؟ إذا كان يساوي وحدة هي مساواة لقيمة، يعني أنه هذا الـ X متغير X يساوي قيمته هذه. أما إذا أكثر من مساواة، يعني يساوي يساوي وهي يساواة للتحقق وليس لقيمة، هنا مساواة إذا كانت وحدة لقيمة، هنا أكثر من وحدة تستخدم للتحقق أو للمساواة الشرطية تسمى. طيب فدائما عندما نستخدم الإف بكل لغات البرمجة ليس فقط بلغة البرمجة بايثون، نكتب دبل يساوي 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 2، إذا كان المتغير X يساوي 2 راح تعطيني دالة print، راح نطبع قيمة مثلا أوكي. هذه الطريقة فقط ضروري جدا بعد نهاية كتابة الدالة F، ضروري نخلي نقطتين شارحة بهذه الطريقة، ضروري جدا النقطتين شارحة نخليهن بالنهاية، وبعدها نكتب الأمور اللي احنا نريدها تطلع بعد ما يشيك لي البرنامج. راح نجي نسوي عملية run، ونلاحظ انه هنا عندنا اوكي. ليش؟ لان قيمة المتغير X فعلا هي 2، وأنا الشرط مالتي هو 2، فالثنين تساوي 2 وبالتالي انطاني أوكي. طيب في حال لو كان هذا المتغير ما يساوي 2، مثلا المتغير قيمته 3، عندما أجي هنا أسوي عملية run مثل ما نلاحظ هنا انطاني فراغ. ليش؟ لأن أني بينت للبرنامج أنه فقط عندما يساوي 2 تعطيني أوكي، وإذا ما يساوي 2 كل شيء لا تسوي، وبالتالي البرنامج أنطاني نتيجة الفراغ. طيب حتى نسوي إضافات لهذه الدالة راح نطلب من البرنامج إذا كان المتغير X يساوي 2 أنطيني أوكي، وإذا كان ما يساوي 2 أنطيني مثلا No. طيب عملية عدم المساواة حتى أسويها لابد أنه أضيف دالة أخرى اسمها Else، هذه الدالة اسمها else. بعد ما اكتبها، بعد ما يحتاج اكتب الشرط بشكل يعني مرة اخرى، اذا لاحظ انه if الشرط كتبناه هنا، else هنا الشرط بعد ما يحتاج نكتبه، لان هو هاي else تابعة للif الاولى، فراح يجي البرنامج يشيك لي اذا كان هذا الشرط تمام ينطيني اوكي، واذا كان مو تمام راح يعطيني البرنت الثانية اللي هي راح تكون no، ممكن يكون بهذه الطريقة. راح اجي اشيك الاحظ انه هنا انطاني no. في حال لو كان قيمة المتغير 2 راح ينطيني اوكي، وفي حال لو كان قيمة المتغير اكثر من 2 او ما تساوي 2 مثلا 10 راح يعطيني no. هذه عملية التشيك او عملية التشيك، هذه كلها تتم من خلال الدالة if else. طبعا هذه نقدر نسوي بها نتائج عظيمة جدا مثل يوزر نيم وباسورد، ونقدر نجري عملية تسجيل الدخول من خلال اليوزر نيم والباسورد، إذا كان مطابقات اللي راح يكتبهن اليوزر راح يسوي لي عملية تسجيل دخول أو لوجن، كما بفيسبوك وإنستغرام وجميع وسائل السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية. ممكن نجري هذا المثال بشكل بسيط، مثلا ممكن متغير نسميه يوزر نيم
طبعا يفضل انه اليوزر نيم يفضل انه تنكتب يا اما بطريقه الكامل كيس يا اما تكتب بهذه الطريقه. انا افضل اكتبها بطريقه الكامل كيس اللي هي اول حرف يكون كابيتال. يوزر نيم مثلا يساوي لي بهاء مثلا اليوزر نيم. طبعا ما يصير نكتب بهاء بهذه الطريقه، لابد انه نخليه داخل دبل كوتيشن مارك ومتغير اخر اسمه باسورد بهذه الطريقة مثلا، وراح يساوي لي هذا الباسورد مثلا 1 2 4 5 مثلا بهذه الطريقة. هذا المتغير 1 2 4 5 هو الباسورد او كلمة المرور الخاصة مثلا بحساب معين. طيب ممكن واحد يسأل يقول ليش هنا انا خليت دبل كوتيشن مارك وهنا انا ما خليت دبل كوتيشن مارك؟ لان هنا انا كان عندي نص، النص ما يصير يكتب بدون كوتيشن مارك، الرقم ممكن يكتب بدون كوتيشن مارك طبيعي جدا. راح اجي اشيك المتغير يوزر نيم. اذا كان المتغير يوزر نيم هنا راح يكون يوزر نيم يساوي بهاء هنا بهذه الطريقة يساوي بهاء. هل هذه العملية صحيحة؟ ايضا مو صحيحة، لابد انه بعد المساواة ايضا لابد انه تكون دبل كوتيشن مارك بهذه الطريقة. اذا كان اليوزر نيم يساوي بهاء راح يعطيني اوكي، ايلس راح يعطيني نو. ممكن هنا مكان ما الاوكي تكون تم تسجيل الدخول بنجاح مثلا بهذه الطريقه. اذا كان لا راح يعطيني رساله المعلومات غير صحيحه مثلا بهذه الطريقه. راح نجري ران، لاحظ تم تسجيل الدخول بنجاح. ليش؟ لان اليوزر نيم اللي دخله المستخدم بها هو نفس اليوزر نيم اللي محفوظ بقاعده البيانات اللي هو نفسه بها. لو كان مثلا اليوزر نيم بهذه الطريقه يعني مو نفس اللي يعني محفوظ بقاعده البيانات راح يعطيني المعلومات غير صحيحه. طيب هذا فيما يخص اليوزر نيم. طيب اذا انا اريد الباسورد بامكاني انه اضيف متغير الباسورد بهذه الطريقه، وطبعا اكتب بشكل مباشر الرقم ما يحتاج يعني اكتب اخليه بكوتيشن مارك، فقط النص نخليه بكوتيشن مارك. طبعا نجي بهذه الطريقه ران تم تسجيل الدخول بنجاح. ليش؟ لان الباسورد هنا أنا مطابق للباسورد المحفوظ بقاعده البيانات والعمليه تمت بنجاح. طيب لو انا اريد اشيك اليوزر نيم مع الباسورد، يعني ما ممكن انه انا اشيك فقط اليوزر نيم، لابد انه اثنينهم يكونن صحيحات ومطابقات، اليوزر نيم مع الباسورد. راح اكتب اند اي ان دي، طبعا لابد انه تكتب سمول وليس كابيتال ويكون لونها بنفس لون الاف، او ممكن يكون غير لون حسب الثيم، ولكن يعني يفضل ان ما تكون لونها بنفس لون المتغير بهذه الطريقه. اند المتغير باسورد بهذه الطريقه يساوي، لابد انه يكون يساوي يساوي 1 2 4 5. طيب شنو اللي صار عندي هنا؟ راح اشيك اف اذا كان المتغير يوزر نيم يساوي يساوي بهاء اند المتغير باسورد يساوي يساوي 1 2 4 5 سوي لي تم تسجيل الدخول. اذا كان لا اثنين هن ما يساوون هاي النتيجة تعطيني المعلومات غير صحيحة، ممكن اسوي عملية run راح الاحظ تم تسجيل الدخول. في حال لو غيرت باحدى البيانات، مثلا انا دخلت اليوزر نيم صح بس الباسورد ما دخلته صحيح، مثلا خليت باسورد هذا عشوائي دخلته بالبرنامج بس هو مو مطابق بقاعدة البيانات، راح نجي هنا على الرن راح نشوف المعلومات غير صحيحه. ممكن واحد يسال يقول اليوزر نيم صحيح فقط الباسورد مو صحيح، ليش العمليه ما تمت عمليه التشيك؟ لان هنا الاند هي مرتبطه بالشرط اللي قبلها والشرط اللي بعدها، لابد انه اثنين هنا يكونن صحيحات. بما انه خلينا اند لابد انه الشرط الاول مع الشرط الثاني اثنين هن يكونان صحيحات حتى تعطيني هاي النتيجة اللي هي تم تسجيل الدخول. اذا كان احد الشروط بخلل او مو صحيح راح يعبر للالس، يعبر من الاف الى الالس وراح يعطيني السطر اللي مكتوب بعد الالس اللي هو المعلومات غير صحيحة. ان شاء الله بيه المحاضرات القادمة راح ناخذ امثلة احترافية اكثر، راح ناخذ ان شاء الله تطبيقات عملية قوية جدا وعظيمة بحيث ممكن تفهمنا دالة اف بشكل كبير.
مبدئيا فقط اللي اريدك تعرفه انه بعض الملاحظات على الداله اف. الاف اللي هي عباره عن شرط لموضوع معين، هذا الشرط اذا تحقق راح يعطيني نتيجه معينه، واذا ما تحقق راح يعطيني نتيجه اخرى، وطبعا اذا ما تحقق حتى اضيف عدم التحقق اضيف الداله else. ضروري جدا بنهايه الاف وبنهايه الالس نخلي نقطتين شارحه، اذا استخدمنا الان ضروري ان تكون بالسمول. اما عمليه المساواه بالشرط لابد ان تكون دبل وليس مساواه واحده مثل المتغير. هذه البيانات ضروري تحفظها وتكون دقيق باستخدامها حتى ان شاء الله تستفاد من عندها في المحاضرات القادمه واستخدامك للبرمجه بشكل عام. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.